بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة ان شاء الله هناخد كود البحث. فلما جيت اعمل كود البحث قلت هاخد الكود بتاع التحديث ده واكرره تاني واظبط فيه شوية حاجات فطبعا انا ما بحبش النظام ده، يعني انا بحب كده كود واحد طالما كاتبه يبقى ما حبش اكرره اكتر من مرة، وبخاصة ان هو ما بيفرقش الا في الجزئية دي فقط، يعني هي الحتة دي اللي بتفرق معايا. طيب فعشان كده انا هعمل كود جديد وبعدين هلغي ده خالص بعد كده، بس انا هعمله مؤقتا دلوقتي لان احنا بصوا يا جماعة كل الجمل اهي، يعني انا كله معتمد على كلمة. هنا مثلا select call from table ده في الجدول، طب في البحث نفس الكود، في الاضافة، في التعديل، في الحذف، هي نفس الكود. طب انا هكتبه ليه مثلا في كل واحدة من دول اكثر من مرة؟ عشان كده هنعمل sub جديد، هقول له كده وتعال نسموه مثلا SQL اي حاجة طبعا، وهقول له ايه انتر. وتعال ناخد بقى الكود اللي فوق اللي هو هيبقى بديل يعني بعد كده، يعني احنا الجديد ده هيلغي ده كمان ولكن مش هقدر الغيه دلوقتي عشان احنا مستخدمينه. هقول له كوبي وتعال هنا نعمل ايه بيست، تمام. تعال نلغي ده خالص، كل ده مش عايزه، وهحط بداله رمز اكس. يبقى انا اكن الاكس دي هي اللي انا هتعامل معاها، يبقى لازم اعرف هنا الاكس as string اهي، وهقول له كوما، وهقول له دي جي في as data grid view اهي، تمام كده. طيب واحد يقول لي بس في الاضافه والتعديل والحذف ما فهمش داتا جريد فيو، اقول له مش مشكله، انا هحط برضو اسم الداتا ولما هو مش هيلاقيها مش هيعمل اي حاجه. انا دلوقتي عايز اعمل كود البحث، طب تعالى كده ناخد الجمله دي وهقول له كوبي، وتعالوا هنا يا جماعه نفتح المايكروسوفت اكس كيو ال ونبدا نستفيد بيها. طيب بصوا كده يا جماعه، لو احنا دخلناه كده على جنب وتعالوا هنا نقول له نيو كويري ماشي، واحنا عايزينه نستخدموه في الداتا بتاعتنا اللي هي المبيعات، تمام كده. يبقى بختار هنا المبيعات لان انا هشتغل على الجداول بتاعتي. طب تعالى نحط بقى الجملة دي هنا دلوقتي، هقول له ايه بيست وتعالى نشتغل عليها شوية. اولا هنا سيلكت وهنا كولز الاعمدة، فانا لو هشتغل على الجدول الاصلي يبقى هحط هنا ستار، ولو هشتغل على الجدول التاني هحط جنبها بقيه الاعمده اللي احنا شفناها في الدرس اللي فات. فانا دلوقتي هبدا مبدئيا على الستار، ولو الوقت كان كافي معانا ممكن نعمل على الجداول الاخرى. طيب فروم تيبل انا الجدول بتاعي اسمه تي تي، هنكتب تي فهلاقيه هنا هيطلع لي المبيعات، هو بيساعد معايا فيبقى كده تمام. طيب وير اسم العمود ان كول، انا مسميه هنا ان كول على اساس ان العمود اللي انا عايز اعمل فيه بحث. طيب هاجي هنا في الان كول هقول له مثلا، راح برضه مساعد معايا قال لي انت عايز ايه، اقول له مثلا عايز اسم المنتج. طيب لايك زي ايه بقى، فهنا هاجي في التكست دي هنعمل كده اتنين سنجل كوتيشن وفي وسطهم اقول له انا عايز ابحث عن ايه مثلا. تعالوا نقول احنا عندنا الجدول فيه انا حاطط فيه برتقال وعنب والكلام ده، تعالى نكتب مثلا برتقال واقول له اكسكيوت نفذ لي الكلام ده. بصوا يا جماعه جاب الجدول، جاب منه ايه البرتقال فقط. طيب تعالى كده نكتب له مثلا هنا ايه خوخ، وتعالى نقول له نفذ، راح جايب لي فعلا الخوخ فقط، وهكذا ممكن اعمل اللي انا عايزه. اقول له طيب بس انا طبعا مش هشتغل بقى على خوخ ولا لا، ده انا هجيبه من خلال تكست، تمام كده. طيب فبنيجي هنا ممكن هنا او هناك بقى، يعني احنا ممكن نعدل هنا بالمره، اقول له طب حط لي بقى، احنا ما بنيجي نحط تكست بنحط اتنين كده دبل كوتيشن وتعالى في وسطيهم نعمل اتنين اند، احنا طبعا عشان ناخد الكود كده مباشره، وناخد علامتين برضو وتعالى في وسطيهم هكتب
انا دلوقتي هشتغل على الجدول الاولاني، يبقى T1 وهنا تي اكس تي دوت تكست، يبقى كأنه بياخد معلوماته من التكست. طب هل انا هكتب كلمة خوخ كاملة؟ اقول له لا، انا عايز اكتب اي حرف. فعشان كده باجي هنا هحط علامة في المية، هحط علامة في المية. الكلام ده احنا يعتبر كنا واخدينه قبل كده برضه يا جماعة في الدروس السابقة، ولكن انا بوريه لكم بطريقة مختلفة، وبوريكم ان احنا ممكن نوحد الاكواد بتاعتنا. خلاص كده هاخد بقى الجملة دي، هقول له ايه؟ كوبي، وتعالى نروح في الشغل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه بالظبط. بصوا يا جماعة الكود بتاعي هنا اسمه ايه؟ SQL. طب تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. لو رحنا كده للفورم بتاعنا، فانا هاجي كده اقول له ساعة ما بعمل اي تغيير في الكومبو بوكس ده، وهقول له SQL، استدعي لي الكود اللي اسمه SQL. تمام. طيب لما يجي يستدعي الكود اللي اسمه SQL ده، قال لي فيه حاجتين، فهقول له ايوه هنعمل كده وكوما، وهنكتب هنا T1 DGV اللي هي الداتا جريد فيو بتاعتنا. تمام كده، يبقى اهو T1 DGV. طب وهنا بحط بقى جملة البحث كاملة، فتعالى كده هقول له ايه؟ بيست. تعالى نشوف كده نراجع الجملة بتاعتنا تانية اهو، سيلكت فروم جدول المبيعات، وير اللي هو اسم المنتج، وبجيبه من التكست اللي هو اسمه T1 تكست. بصوا يا جماعة هو اهو T1 تكست. طيب وطبعا قلنا بحث بالحرف، والداتا جريد فيو بتاعتنا موجودة. لحد كده في مشكلة؟ طب تعالوا ننفذ الكلام ده ونشوف هيشتغل معانا ولا مش هيشتغل معانا. تعالوا كده نشتغل. طيب تعالوا كده مثلا نحط حرف الجيم، راح جايب لي الايه؟ الجوافة. تعال نحط حرف العين، راح جايب لي العنب. تعال نحط حرف الب، راح جايب لي عنب وبرتقال. زي ما انتم شايفين اشتغل الكود معايا بمنتهى البساطة وهو هو. طيب تعال بقى نشوف هل الكود ده، احنا طبعا هنا ممكن بقى نبحث مثلا باسم المنتج وبالكود. طب تعالوا نظبط الحتة دي وبعدين اوريكم ازاي نفس الكود ده هنستخدمه بطريقة اخرى او في الاماكن كلها، يعني ممكن نظبط الباقي كله بهذه الطريقة. طيب تعال كده نقول له ايه؟ نقول له انتر، وتعالى نختار سيلكت كيس. قبل ما نعمل سيلكت كيس بس نضيف حاجة بسيطة كده، تعالوا هنا في الفورم بتاعنا، وتعالوا على ده كده على الكومبو بوكس، هنقول له عايزين نحط ايتمز. طيب عندنا مثلا نبدأ باسم المنتج، ماشي يا جماعة، وهقول له اوكي. طيب احنا هنا بقيت عايز اعتمد بقى على الكومبو بوكس اللي قدامي ده اللي هو اسمه CMB1 اهو، T1 CMB1. طيب تعالوا بقى نرجع هنا تاني، وهحط جملة select case، select وهنا case اهو، وهنختار T1 CMB اهو دوت select index، هقول له انتر، وهقول له كيس الاولانية لو كانت الكيس زيرو، يعني انا ضغطت على الصف الاولاني بتاعه انتر. طب ولو كانت كيس اهي بواحد، وهقول له انتر. طيب انا الاولانيه يبقى هاخد الجمله دي، تعال نشيلها من هنا كات، وتعال نحطها هنا نقول له ايه؟ بيست. تمام. وتعالوا في الثانيه هنحط برضو بيست ونشوف ايه الاختلاف. اولا لو جيت كده سيلكت فروم الجدول هو هو، طب هنا اسم المنتج اقول له لا انا مش عايز اسم المنتج بقى،
انا عايز الكود، تمام؟ ولايك وهنا برضو نفس الكلام، مفيش اي اختلاف. طب تعالوا كده نجرب، لو رحنا قلنا ستارت، بصوا معايا كده يا جماعة، طبعا احنا دي هنخليه بعد كده يبقى على اسم المنتج، ده الافتراضي بتاعي. وقلنا لو جينا نجرب بقى مثلا بيه، اهو راح للبيه وهيشتغل عادي. طب لو رحت لكود العملية، اقول له انا عايز بقى كود العملية اللي كانت مثلا رقم 5، راح جايب لي رقم 5، اقول له هات لي كود العملية رقم 7، راح جايب لي رقم 7، وهكذا. تمام، يبقى دي اول حاجة، احنا كده سهلنا الكود واستخدمنا كود هنقول عليه موحد. واحد يقول لي هو لحد دلوقتي مش موحد، انت استخدمته هنا ولكن لسه في بقية الحاجات اللي احنا عاملينها قبل كده. اقول له طب تعالى لي، لو احنا مثلا شايفين هنا في الجدول الاصلي، تعالى كده نقول له انتر، وتعالى بدل كلمة تحديث دي تعالى نكتب اس كيو ال اللي هو الكود بتاعنا الجديد. فهيقول لي انا عايز برضو حاجتين، فاقول له ماشي، الحاجة الاولانية اهي والحاجة التانية اهي، كوبي تعالى نحطها هنا بيست، وتعالى نقول له هنا بقى نكتب الجملة بتاعتنا اللي هي سيلكت، وتعالى نقول له سيلكت اللي هي الأعمدة بتاعتي كلها، يبقى عشان كده هحط ايه ستار فروم تيبل اهو قدامي، يبقى هاخده كده كوبي، وتعالى نحط هنا التيبل اهو بيست. تمام، تعالى نجرب. بصوا يا جماعة، ظهر لي الجدول اهو بالكود زي ما اللي احنا جددناه بقى يعني، او خليناه بديل للكود اللي هو بتاع التحديث. نشوف هل الكلام ده موجود في حتة تانية. يبقى انا هنا هاجي على ده وهقول له انتر، وتعالوا نكتب SQL، وتعالى برضو نقول له في حاجتين بتوعنا، هنقول كده وكوما. بس هنا بقى نخلي بالنا الداتا جريد فيو بتاعتي اسمها Q1، تمام كده. وتعالوا بقى هنا برضو نفس الجملة بتاعتي هي هاجي بقى select وناخد مسافة، وهناخد بقى كل الكلام اللي مكتوب هنا ده، خلي بالنا كده لحد فين، بصوا كده يا جماعة لحد هنا اهو، هقول له كوبي، تعالوا كده هاجي هنا اقول له ايه بيست. طيب بعد كده هاخد مسافة وهكتب فروم، وتعالوا نكتب التيبل بتاعنا اهو كوبي، وهنا بيست. تعالوا بقى نلغي ده، تعالوا نجرب، نروح للاستعلامات، استعلام واحد، اه في حاجة خطأ، فين بقى الغلطة؟ اه هنا سيلكت في حرف الاي، تسرع وحش برضو. يبقى هنا كتبنا سيلكت، تعالوا نجرب كده مع بعض، نروح الاستعلامات. بصوا معايا يا جماعة، ادي الجدول بتاعي اهو شغال معايا تمام التمام. طيب هكتفي معاكم بهذا القدر عشان ما اطولش عليكم، وبعد كده ان شاء الله هتلاقوني كله شغال بهذا الكود، وهنبدأ نظبط واحدة واحدة مع بعض. اتمنى الدرس يعجبكم، يكون سهل بالنسبة لكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.